FM. الكلمة ليك. نبدأ معك أنت يا سيبادي قائد السبسي. البارح قدمت البرنامج ولاحظنا أنه فيه نوع من التعديل للخطاب، خاصة وأنك خاطبت الأمنيين والعسكريين والطلبة، زادة عملت لهم البولس ولات تقترح باش تولي دوبل لافسيال، قلت بول شاكوبل دو فواتور. بالنسبة لإخواننا المغاربة قلت نحيو هالتاكس هذه نتاع الفواياج، هل أنه مقصودة وإلا في إطار معناها تعديل الخطاب، خاصة وأنه عندك أطراف عديدة ولات سنت فيك تو؟ لا معقوله تو كي بنجيو للمغاربه، يعني الناس اللي عايشين في المغرب الكبير، ونقولوا لهم هذه نحيوها، مش شيء جديد. احنا تونس ما عاملين تمبري زاد احنا ب60 دينار كيف نخرجوا من تونس الا وقت اللي نجيو باش نمشيو للمغرب العربي. قلت هذا معقول ياسر ننظم الامور على القاعده هذه، يعني مش مساله خارقه العاده، معناها مساله معقوله ياسر باش نعطيه للمغرب العربي والبلدان المغرب العربي والمواطنين اللي من المغرب العربي نعطيهم أولوية كيف ما تقع في برشا بلدان. احنا قبل كي نمشيو لبلدان أخرى يقولوا لليون أوروبيان تفضلوا من هوني والباقي شدوا صف، مش شيء جديد. هذا احنا قلنا على الأقل المغاربة ما يشدوش الصف، المرة هذه ما يعطيوش تمبري وجوز كلاه بفسية، يعني 120 دينار. هذاك كيف مشينا لفرنسا واجتماع المواطنين في الخارج، يعني لح علينا على المهد هذا، يقول لك هذه المساواة بين الرجل والمرأة، يعني المرأة وحدها كي مش معرسة والرجل مش معرس ياخذوا كل واحد كرم، يقول لك نهار اللي نعرسوا تولي معناها بيناليزي دوه. أنا نرى معقولة كابافان الكلمة ليك.